رحم الأزمات نحقق المعجزات. فليس هناك جديد يذكر ولا قديما يعاد. قفزة تاريخية لمصر للتربع على عرش الطاقة. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن ارتفاع صادرات مصر من الغاز المسال خلال العام المنصرم بمعدل نمو سنوي 385%، والذي يعد الأعلى عالمياً. ذلك بفضل نمو الإنتاج المحلي بعد تحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها، وفي مقدمتها ظهر حقل أتول. بلغت صادرات الغاز المسال المصرية خلال 2021 نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون خمسة طن، وذلك في عام 2020، وذلك بمعدل نمو سنوي 385، وهي نسبة النمو الأعلى عالمية وأعلى رقم لصادرات الغاز المصرية منذ عام 2011. كيف تفوق معدل نمو صادرات الغاز الطبيعي المصري على أمريكا وقطر واستراليا؟ هذا النمو المستمر في حجم الصادرات يعود إلى إعادة تشغيل مجمع الإسالة في دمياط خلال شهر فبراير من عام 2021، حيث وصل حجم صادرات مصر في محطة دمياط للإسالة إلى 1.6 مليون طن، ويصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالي 5 ملايين طن سنوياً. ذلك بعد أن كان متوقفاً عن التشغيل لنحو 8 سنوات، بالإضافة إلى استمرار تشغيل مجمع إدكو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 7.2 مليون طن سنوياً. نجحت مصر في تشغيل كلا المجمعين خلال الربع الرابع من عام 2021 بكامل طاقتهما الاستيعابية البالغة 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، مستغلة الفائض عن الاستهلاك المحلي بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء، ومستفيدة من ارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية. وحسب تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك، زادت معدلات التصدير في الربع الرابع من 2021، فقد تم تصدير نحو 7 مليون طن من مجمع دمياط، ليصل إجمالي الصادرات من المجمع منذ معاودة تشغيله إلى أكثر من 2.2 مليون طن. وكانت أبرز وجهات شحنات محطة دمياط هي الهند وباكستان والصين، وانضمت إليهم تركيا. الريادة مكان مصر الطبيعي. وقعت وزارة البترول المصرية 99 اتفاقية مع شركة عالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج في خطوط الغاز في مصانع أبو قير والعمرية، مما انعكس على تنامي معدلات صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال. كشف تقرير لمنظمة أوبك أن النمو الأكبر في حجم الصادرات الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 جاء من مصر، التي قامت بتصدير نحو 1 مليون طن مقارنة بباقي الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، حيث بلغت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2021 نحو 111.7 مليون طن مقابل 104.5 مليون طن، ذلك في عام 2020 بمعدل نمو سنوي 5% فقط منذ عام 2013. تؤكد التقارير على ريادة الدول العربية باعتبارها المصدر الرئيسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، حيث استحوذت على حصة سوقية بلغت قرابة 29.4%، ويعني ذلك أن معدل نمو صادرات الغاز المصري في 2021 قد تفوق على اللاعبين الكبار في السوق العالمي، أستراليا، قطر، والولايات المتحدة الأمريكية.